أحب الشاي في طقوس والله ما ادري والقهوة. يا الله، صاروا يطردونا من الجلسات. والله تبسط، والله حق. ليش؟ صح صح ليش؟ صح هسه والله تبسط. انا صدق صدق انا ضد يعني انك الجلسه تكون اكثر من اربعه، اكثر من اثنين. مثل لو سمحت لو سمحت خوش سلطان الصباح. والله اني معكم. لا لا لو سمحت اثنين. بالله توقعت لكم مني. لا 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 صدق صدق من توقعته اليوم يطلع؟ يوم جاك التاريخ توقعت كنت. والله العظيم والله العظيم والله اني ما ادري كيف جاوبت على التاريخ. ما في واحدة جاني حق الاهرامات الجيزة هذا عارفه، حق قرطبة ما اعرف، ملخبط اكيد ايه بين قرطبة وغرناطة لاني اعرف حتى كان شو اسمه بل شو اسمه اللي في المدرسة ما بل احمر مدري الا قصر ايش لهم قصر هناك. ايوه قصر من قصري الاحمر مدري بل احمر مدري لا بالاحمر في لا مو بل احمر لا في قصر هناك صورة ايش فلندرس والله ما ادري شن. ايوه لا زالت الى الان كنت اسمع نايف حمدان يا رجل. اقول لا زالت الى الان موجوده. اي نعم هذه امنيتي اروح لها بشوف يعني التاريخ اعطني شو الاندلس بما انك اول برايم تدخل. والله تبسط شفتني اجيك اقول لك والله العظيم يا اخوان هذا وانت ما وقفت يوم زياد شفت تبسط ولا تبسط. والله العظيم اني اليوم انا كنت ارتبكت جتني الراعه علمك الراعه الراعه يوم وقف خطا عندي بدون خيار عرفت ان العلم سهل اعرفها وباقي اتصال واحد اتصال واحد مدري لمن اثنين راح ابو فمين واحد صوت صح معك يا بشي معك ابو ثنيا معك ومعي حسن حسن هو انت يا ولد ما ادري صابتني الراعه قلت الله اني مودع الحصانه يمكن الحسن حصانه قلت يمكن الحسن ولا اليابسي ايه ما ادري قلت يا ولد بس والله وقعت أنا بقيت الغالي يوم دق مهل الله يبيض وجهه مهل لن أنساه مهل 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 من وين هو؟ مهل من مكة والله يوم قال مكة ترى كلنا أحس بلو فمي أنا قلت أبو فمي هكذا لأن كلنا صحنا على أساس أنه أبو فمي أنا قلت أبو فمي ويستاهل أبو فمي لكن قال ماجد نادر لن أنساه مهل لا تستاهل يا أبو نادر تستاهل الأخوة أبو نياء أنا أشهد بالله أنه في قيد أبو نياء شيري قلت يعني كل منطقة عاد بقى لها 13 أنا عرفت أنا قسمتها بتشوف اقر رصيد في البرايم حسن تمام اذا الحصانه ما بتنجي حسن اذا حسن رجع بالحصانه خلاص من فيصل برا انا برا خلاص عارف قلت اذا حسن املها بالحصانه وكنت متوقع انه بياخذ الحصانه هو ولا اليابسي قلت هو انت بصدق قلت هو حطيت خيارات قلت حسن بعدين اليابسي بعدين سلطان الصباح اللي بياخذون الحصانه فهمتني يوم انه قال ناصر حربي حسن الأجمي حصنوك وذا قلت بس والله إنها فصلني أفعود والله إيه أنا دايت أنا فصلني أفعود ولا مدري أخوي سبحان الله أبوني يعرف لا يوم جاوبت قلت قرطبة والعيال كلهم يقولون بطني يعورني ما أدري أنت بتعرف أسكت بطني يعورني أنا زيك كنت شاك أخبر قرطبة والعيال كلهم قالوا غرناطة وعايز طعم على غرناطة قلت والله غرناطة صح غرناطة أنا نسيت يوم قصة حقت وحبي الوجه والسؤال حق أين يقع جبل الرباح؟ قلت السعودية. إيه. فالسعودية وين يقع؟ السعودية. هذه ذاك عشرة لهم. إيه. هذه عشرة. الحمد لله. ذكي. قلت السعودية ما حددت أنت مدينة وين يقع فالسعودية. هو شو الجبل اللي قالش؟ ولو قا. إيش؟ اللي جاوب عليه ما. قلت السعودية. جبل الرماح. وين في المدينة؟ المدينة من وراء ونفسه في غزوة أحد يوم انهزم المسلمين أمام المشركين. جاء سؤال بعد غزوة أحد بعد إيه قلت غزوة بدر يربك شنو يوم وصلت عليه قلت لك هو نفسه في الغزوة ما أدري الغزوة هو نفسه جبل الرماح ما أدري والله إني ضايع ما أدري وين أنا والله ما تلموني حن أول مرة تخيل أنت أول مرة تخش برايم معك خمسة متمرسين على ابراهيمات يعني ما في اللان... إيه ما في شوف يعني ما في الا انت وابراهيم الجدد ايه الجدد الباقي اربعه ابراهيم مثقف اربعه يا رجال لهم خبره سابقه صح خبره في الروح والله اني ادعي اول ملبس كثر ما يجيني التاريخ ما اعرف يمزح انت يسولف فيه والبارح تحت البث ما بالتاريخ ربي يسرها كان ما في التاريخ يوم خالد فيصل نياف الدين الدين قال انا
انا خابر يا بس والله يا ماجد يضحك. تذكرت الغرفه يوم قلت قاعد اسولف مع ابو فمين، قلت ابو فمين اذا جاك الرياض، اذا جتك رياضه فعليك السلام والله انك طالع. وماجد جاء الدين ولا جاء التاريخ زيد يا ماجد مع السلامه يا ولد ربي يا جام خير مكتوب يا. شفت الشعور الثلاثة وانت واقفين هذا وانت ما وقفت مع زياد يا رجل زياد الشهري يا رجل ينفضك لين ما عاد خلاص عادي قطرت ما يطلعك طال عمرك جايد. انا تدري متى حقت متعب هاي يوم قال تركي هو طلعني ثم قاعد يسترسل في الكلام ما ادري ايش قال شويه يوم قال من خذلت دريت انه مو بنا عقب ما نشف ريقي ونشف المال اللي عندي صح متعب ثاني حتى العيال انصدموا كذا داور علي هم داور على متعب يا اخي خلاص احنا كم 77 يا اخي مرضي يلغون البراي والروح خلاص ما معك تمشي نستانس بس انت سواء البرايم ذا ولا الثاني ماشي انت تلاحظ ان باقي 9 ايام خلاص بيكي برايم واحد يا ترى بيكي برايم 9 ايام بس نطلع لا وين 9 ايام 77 لا يا ابن حمد 13 يوم 13 طيب ها تطلع عشان الحفل وين وديت 4 ايام عشان الحفل انت بتطلع حفل 4 ايام 4 ايام والله النكي تجهيزات ابوي حفل زدرسين تجهيزات والله ما معك وش دخل تجهيزات 4 ايام والله هذي ما بتروح للديره وتسافر الجمعه اللي مهبدي اللي بتجي الثانيه انا على ستيج النهائي يعني انت تلاحظ اني خلاص علي بيروح ابها مادي بيروح الحويه تركي بيروح هذه الدواسر يابسي بيروح هاي لا بيروح ملك الحويه قريبه نوم هي قريبه ساعه ساعتين ونص والله منكم لا حويه صح ساعتين ونص يمكن والله ساعتين ونص انت وين الماس تحت اجيك مع الماس ولا اجيك من الباحه كل الماس كم جرشي والدنيا قريب أنا ماسك جديد هاي ولد ضباب اكتشفت الحين برد الحين موت هناك أخوك اللي جامس الحين موت اثنين أخواني وأختي هي واحدة في شيء يحلى أختك ذي خوات تركي مشبب إيه جات يدق بكلم زياد كلم زياد بكرة ويش ما يسم يديك حصانة بيرد قوله إيه قول يلا اطلع يلا الإعداد يقولون فيه كذا الإعداد ما شاء الله عليه الإعداد يقولون فيه فقرة يلا راح ضرب فقرة إيه رب الكعبة ما شاء الله دمنا عادي أطلع لها بكرة يود الورعان كلهم العصر من هنا أنا داز الورعان كلهم حافظين الفقرات حافظين الأسماء تركي صغير ليامي راح ولد قشران قلت تركي شباب لا دخلنا مني إيش عرفه ولد قشران داخل بيش داخل نشوفه يعرفوني رجع بس مرة اليوم ما شفته تعبان من مش حفل مش حفل يا حفل ليش حفل يوم تعب صور ما خلحت المصور وترى تعب صورنا وصور الابوان يصور عزم الصغار يصور اكتبهم بندر وانا اعطي الحفل امس ايه بندر ماشي وين تبغى فطر طويه ولا الحين لا احسها كاشت فهمت بالجيب وتاكي الله. في طعس هناك عنده في الارطويه يصور حاط العزبه يوفق وجهك كنت رو شغل والله لا بندر شغل ترى يطالبك توقع ها توقع شغلنا ان شاء الله تحداك شغل نروح نلعب على المسرح لا والله لا شغل يا بندر طالت ولا شغلنا شغله حزينه ولا شغل عقب ونيه اكمل الحزين الحب طهر الدواء ينطح ولا وطيح وقزلها بلاي ستيشن العب وتابع زير سالم كونان